بالنسبة للسوريين هذا قرار صعب، حيث أنهم يعتبرون الهجمات الإسرائيلية اعتداء عليهم، وهو كذلك حقيقة. وبالنسبة للإيرانيين فهم ينفذون هجمات كرد مباشر ضد إسرائيل، يخافون من تنفيذها، لأن إن بدأت فلن يوقفها أي شيء. بالنسبة للسوريين أعتقد بأن لديهم نفس الفكرة، بأنهم إن بدأوا بالرد على إسرائيل فإن ذلك لن يتوقف أبدا وسوف يستمر. وأعتقد بأن السوريين ليس لديهم القدرة حقيقة على الهجوم على إسرائيل بشكل فعال، وهنا يأتي دور حزب الله بمنظومة أسلحته. ولكننا رأينا ضبط نفس كبير من جانب السوريين والإيرانيين، ولهذا فإن الروس يحاولون أن يدفعوا الإسرائيليين على التوقف أو تخفيف هذه الهجمات، لأنهم قلقون بأن سيكون هناك رد في لحظة ما. فإن بدأ هذا الرد فإن سيكون هناك تصعيد كبير في كل المنطقة، وهذه لعبة خطيرة للغاية. وعندما تزداد هذه الهجمات بكثافتها وخصيصا حول دمشق بالقرب من العاصمة وحتى داخل حدود العاصمة السورية دمشق، فيمكن أن يحصل أي شيء. فكل ذلك لا يتطلب إلا الشرارة الأولى، وقد يتخذ حزب الله القرار بأن يطلق هجوما مضادا قد يكون ردا على هجوم إسرائيلي. لأنني أعتقد أنه لغاية الآن رأينا حسب التاريخ أن الهجمات التي تطلق من لبنان ضد إسرائيل، والتي كان يتبناها مثلا بعض العناصر المقاومة الفلسطينية، هم الذين مثلا أطلقوا الصواريخ إلى إسرائيل. إسرائيل تعرف الفرق بين هجمات حزب الله وبين الهجمات التي ينفذها العناصر الفلسطينية، ولكن إذا استمرت هذه الهجمات بنفس هذه الكثافة فأعتقد بأننا سوف نرى ردا. وطبعا لا يتطلب الأمر إلا شعلة واحدة من هذا النوع لإشعال كامل المنطقة، وهذا حقيقة قد يخلق حربا بمستوى ما يحصل في أوكرانيا، وقد تندلع الحرب بشكل سريع، وهذا هو الخطر الكبير الذي نراه، وخصيصا عند اقترابنا من أشهر الصيف.